الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اليوم معنا حديث من ثلاثيات الحديث النبوي الذي يرويه الإمام البيهقي وغيره في السنن من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. ثلاث دعوات مستجابات، يعني يستجيب الله لهذه الدعوات. دعوة الصائم، وهذه من بركة الصيام، أنك إذا صمت فتح الله لك باب الدعوة المستجابة. والمقصود في هذا الصيام أن يكون صياما يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، وخاصة نحن في هذا الفصل، فصل الشتاء، فرصة عظيمة أن يكثر الإنسان من الصيام ويكثر معه من الدعاء. دعوة الصائم ودعوة المظلوم، وهذه دعوة خطيرة جدا. المظلوم، الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعوته، ولكن قد لا تكون هذه الاستجابة على الفور، بمعنى أن لا يتحقق استجابة الله سبحانه وتعالى للمظلوم على الفور لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث لدعوة المظلوم، يقول الله سبحانه وتعالى: عبدي لأنصرنك ولو بعد حين، يعني ولو بعد مضي وقت من الزمن، قد يكون سنة، سنتين، ثلاث، لا نعلم. فالله سبحانه وتعالى يستجيب لدعوة المظلوم ولو كان كافرا، كما في رواية: اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا. لماذا؟ لأنه مظلوم، والإسلام في قضية الظلم لا يجاري أحدا، فأي أحد يظلم لابد أن يرد له حقه، كذلك إن كان كافرا أو غير مسلم فله أن يرد له حقه. ولذلك بعض الناس للأسف من المسلمين قد يظلم غير المسلمين، يقول هذا ليس مسلم، لكن له حق، والإسلام شريعة وليس هوى متبع، بمعنى أنك لا يجوز لك أن تظلم أي إنسان ولو كان غير مسلم، لأن هذه من سماحة الإسلام ومن عدل الإسلام أن لا تظلم أحدا، كما قال سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حتى في القتال ما يحق لك أن تتعدى و يعني تقاتل الكافر وهو لا يقاتلك، ما يحق لك، إذا قاتلك قاتله، أما إذا لا يقاتلك لا يجوز لك أن تقاتله أو أن تقتله. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني إنسان ما يحبك بدينك ولا يتعدى عليك ولا يشتمك ولا يشتم دينك، لماذا لا تتعامل معه بالإحسان؟ بل عليك أن تتعامل معه بالإحسان لعل الله سبحانه وتعالى يهديه إلى الإسلام. فلذلك لا يجوز الإنسان أن يظلم أحدا وإن كان هذا الإنسان صاحب سلطة وقوة ونفوذ، فالله سبحانه وتعالى سيقتص من الظالم هذا، سيقتص منه لا شك. فلذلك لا ينبغي كذلك للمظلوم أن يتعدى على الظالم، لا يجوز لك أنت يعني تتعدى في دعائك على الظالم فتقول: اللهم أهلكه وأبناءه. طيب أبناءه ما لهم شغل، ما لهم ذنب، اللهم أهلكه ووالديه، لا يجوز أن تدعو على والديه، هذا تعدي. لذلك لابد أن تكون عادلا ولا تكون ظالما. فاصل عزيزي المشاهد ونعود إليك ونواصل. عودة إليك عزيزي المشاهد بعد هذا الفاصل، وقلنا بأن الظلم منهي عنه،
كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي المشهور: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فنقول المسلم لا يظلم، المسلم كذلك لا يظلم حتى غير المسلم، بل الإحسان هو المطلوب مع المسلم ومع غير المسلم، إلا إذا كان إنسانا محاربا متعديا، هذا إنسان معامله بما يستحق. ودعوة المسافر، دعوة المسافر يعني دعوة كذلك عظيمة، خاصة إذا كانت في طاعة لله. طاعة لله لا تتمثل فقط بأنك تذهب إلى الحج أو إلى العمرة، أو مثلا لتساعد ناس محتاجين كما يعني يفعل الأخوة في الجمعيات الخيرية، يسافرون لإغاثة المنكوبين والمتضررين من الفيضانات أو من البرد أو غيرها من هذه الأمور التي هي واقع، وهذا شيء جميل جدا. ليس هؤلاء فقط، بل حتى إذا كانت الزيارة لصلة الأرحام، أنا بزور أخي في أي دولة ولو كانت دولة غير مسلمة لأني اشتقت له وأريد أن أزور أخي، هذا صلة رحم، أبي أصل رحمي، هل هذا من طاعة الله ولا في معصية الله؟ لا، هذا في طاعة الله، لأن صلة الرحم من طاعة الله تبارك وتعالى. أريد أن أسافر لأساعد أخا لي في مكان ما، بمعنى لو كان هناك إنسان مريض وذهب به أهله إلى تلك الديار للعلاج، ثم كانت لهم هناك مشكلة وحب هذا الإنسان أن يحلهم هذه المشكلة، ولن تتحقق هذه المسألة إلا إذا سافر إليهم في تلك الدولة. وهذا في طاعة الله، لأن الله يقول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وكذلك يقول: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. إذن كل أمر فيه خير وليس فيه معصية لله يسافر فيه الإنسان فهو مستجاب الدعوة. ولذلك نقول دائما للمسافرين: أكثروا من إيه؟ أكثروا من الدعاء لكم ولأبنائكم وللمسلمين والمسلمات. الإنسان عندما يدعو المسلمين والمسلمات تقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. كم تحصل من الحسنات؟ كما جاء في الحديث الحسن أنه بكل نسمة، أي بكل روح من روح هؤلاء الذين دعيت لهم لك حسنة. شوف المليارات تحصلها. فلذلك المسلم لا يكون أنانيا في دعائه، يدعو لنفسه فقط، لا، ادعو لنفسك وادعو لوالديك وادعو لأهلك وادعو للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. هذا الدعاء تكسب أجر عظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. واحذر في سفرك أن تفعل شيئا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وإن وقع منك شيئا من هذا فتب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون سفرك هذا فيه استمرار في أجرك مع الله تبارك وتعالى، ويتحقق لك بإذن الله ما دعوت به من الخير. المهم أنك تدعو بخير ولا تدعو بشر، لأن هذا الشر خطر عليك، حتى لو كان من إنسان يعني لك حق عليه فلا تدعو عليه، بل ادعو له. يعني إنسان ظلمك لا تدعو عليه، ادعو له، لأنه إذا دعوت له وهداه الله، إن كان لك حق من المال رجع لك المال، وإن كان مخطئا جاء يعترف بخطئه، هذا أفضل من أن تدعو عليه فيتضرر ولا يرجع مالك ولا يتحقق لك الخير بسبب أنه يضل عنك بعيدا ولا يحترمك ولا يقدرك. فلذلك نقول دائما المسلم يكون ذكيا وفطنا في هذه المواضع التي هو في الحقيقة سيكون بإذن الله مستجاب الدعوة. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعين وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اكتفي بهذا القدر عزيزي المشاهد، إلى حلقة قادمة بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.